أهلا بكم مشاهدي قناة بلقيس أينما كنتم إلى حلقة جديدة من حيث الإنسان في موسمه الثاني، برنامجكم القريب منكم جميعا والذي نسلط فيه الضوء على قصص الكفاح والمعاناة، ونحاول أن نضع لمسة تنموية ونتشارك تفاصيل هذه القصص يوميا معكم في شهر رمضان الفضل. أهلا بكم. أينما وليت وجهك ثمة قصص يصعب تلخيصها، وضحايا غير مرئيين يصعب الوصول إليهم. وهناك في حضرموت حيث مناطق الثروة والنفط تقاسي مئات الأسر، شبح البؤس والشقاء والعراء معا. مآس لا تقتصر على حضرموت لكنها تتوزع على طول الخارطة اليمنية. فريق حيث الإنسان وهو يتقصى ما وراء تلال الساحل الثري بحقوله ووديانه وجد عائلة الخالة خاتمة وقد أثقلتها السنين تحت سقف مهترئ من القش وسعف النخل. تعالوا معا نشاهد قصة الخالة خاتمة وكيف تدخل حيث الإنسان للتخفيف من مأساتها. خلف هذه التلال تكمن قصة أخرى من فصل المأساة اليمنية غير المرئية. يصعب تصديق أن تكون هذه المساكن لعائلات في محافظات نفطية، لكنها كذلك. في مديرية حجر بحضرموت يقف منزل الخالة خاتمة شاهداً على حياة بدائية وتالفة، حياة منحت النخل لها ما تساقط من سعفها بيوتاً. عايشين في هذا العيش أكثر من 15 سنة، هذا حالنا، عايشين في هذا البيت لو وناتي. وين بنروح؟ أنا وين بنروح؟ ماشي معنا مكان. مكان لاستعمالات متعددة، وحتماً لا يصلح أن يكون سكناً على الإطلاق، خاصة في بعض الفصول. هنا ما يفترض أن يكون مطبخاً لمنزل العائلة، حيث عنصر الخصوصية مفقود. وهنا ما يفترض أن تكون مساحة للاستراحة. تعمل الأم خاتمة وبناتها في الزراعة وتربية المواشي، لكن هذه المهنة لا توفر ما يكفي لسد احتياجاتها سوى ما تمنحه صدقات فاعلي الخير. حاجاتنا الأساسية نجيبها من شرق،
نحش نجيب لهم حوالين من الحجر ونحش لهم ونجيبهم ونربيهم ونجيبهم بهم ونبيعهم. وأهل الخير يدبرون يجيبون راشن ثياب ملابس ثياب ويجيبون عدي ويجيبون راشن ويجيبون فرشان أحيان. تلخص الملامح اضطراب الهوية وفقدان الممكن واليسير من العيش، فلا يبقى نصيب الفقير من الحياة سوى اسمها. تتقاسم الأم وبناتها الأربع التعب والهموم، ويطوين سنين عمرهن لهثا خلف أسباب البقاء دون كلل. وحده الحرمان استقر في هذه الأكواخ، وأفقد ساكنيها كل شيء بما في ذلك التعليم. خايت من المدرسة، قعدت نعاون مي الحشيش نجيب عيشتنا، عاون أخواتي على الأكل، أنا وخواتي وأمي نتخدع سسابان من النخل نجيبه ونبيعه، يجون الناس يشترون منه نعطيهم إياه، يعطونا فلوس به، ونسف ونبيع السفة ونعيش منها، جبنا أكل وجبنا منها. وسط هذه المعاناة وأمام عدسة حيث الإنسان، لا تطلب الأم خاتمة أكثر من حاجتها لمصدر رزق يوفر لها حياة مستقرة وممكنة. فبقينا حاجة تستنى هو بناتي معانا ثنتين غنم ما يوفرون، بتجيبون شيء عندكم فوقهم والله غنم هو بناتي، جزاكم الله ألف خير. خالق خاتمة ألف مبروك حيث الإنسان، أقبلكم ويقدم لكم حظيرة أغنام أنت وبناتك، يقدم لكم يسوي لكم حظيرة أغنام مع حظيرة حق دجاج، ويقدم لكم الأعلاف حقهم، فألف مبروك لكم. مطلب أو حلم على بساطته يمكن أن يجد طريقا للتحقق كي يمنح القصة منحا آخر. بناء مشروع بسيط يخفف عن الأسرة المنسية مأساتها. اكتمل تجهيز الحظيرة الخاصة بتربية المواشي والدجاج، وحان موعد شراء ما يتطلبه المكان.
تذوب المسافات أمام رغبة الفريق في مساعدة من كادت الفاقة أن تبتلع أعمارهن وشخنا في بيوت من القش. هكذا يأخذ الفرح شكلاً آخر، فثمة بهجة يصعب وصفها. الحمد لله شعوري مبسوطة وفرحانة بهذا القلم، وجزاهم الله خير. ما كنا متوقعين إن من يوم من الأيام يكون هذا كمية معنا قلم. بعد اليوم إن شاء الله ما بنحتاج حد، لبيتنا لحالنا. الحمد لله تكفينا احتياجاتنا، وهذا حلم متوقع لكم من العلم تجينا ان شاء الله. باذن الله نحتاج لحد، ونبني بيتنا لحالنا نحتاج لحد ان شاء الله، ونتخلص العيشه من العرش. لقد حان موعد استراحه الام، وعلى بناتها مواصله اداره شؤون حياتهن بيوسف. لم تنتهي القصة هنا، لكنها أخذت فصلاً أقل تعباً وأكثر أملاً. القناعة كنز لا يفنى. تقول بنت الخالة خاتمة: الحمد لله بعد اليوم لن نحتاج إلى أحد. بهذا الشيء البسيط ربما الذي قدم إليهم، يعتقدون أنه من خلاله سيبنون لهم بيت وستتحسن أمورهم للأفضل. مندوب حيث الإنسان عندما سأل الخالة خاتمة عن حاجتها قالت وتابعتم معنا أنها لا تريد شيء سوى بضع أغنام. تعرف أن المشروع على بساطته مصدر يدير عليها وعلى بناتها رزق بجهدهن لا ينقطع. لا تعطيني سمكة بل علمني الصيد، كان هذا الشعار نصب أعيننا في حيث الإنسان، ونحن نشارك الناس تحقيق أحلامهم، مشاركة بسيطة لكنها قد تكون بداية لحياة أجمل وأفضل وأقل تعبا كما جاء في الفيلم. هي كذلك في أعينهم لأنهم الأنقى. تحية كبيرة منا في فريق برنامج حيث الإنسان للخالة خاتمة، تحية بعظمة كفاحها وجمال روحها وبساطة مطلبها. من تفاصيل هذه القصة اليوم ستكون فقرة الأسئلة والمسابقة مشاهدينا، وبإمكانكم التواصل والمشاركة معنا على الأرقام الموجودة معكم على الشاشة كما بات معتاد يوميا في برنامج حيث الإنسان في فقرة المسابقة. لدينا اتصال. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ عز الدين الورافي من إب. عز الدين الورافي من إب. عبد محمد. عز الدين أنوار عبد محمد. تمام، من إب يا عز الدين؟ من محافظة تعز. من محافظة تعز، ما فيش فرق من تعز وإب، مسافة كم، كثيرة ولا قليلة يا عز الدين؟ مخلف السلام. كيف؟ ما سمعت أنا إيش قال؟ مخلف السلام. من قرية؟ ها، من مخلف السلام. يا أفضل. تمام. يا أفضل. طيب،
يا عز الدين، السؤال: في أي مديرية في حضرموت تعيش عائلة الخالة خاتمة؟ في أي مديرية؟ في أي مديرية؟ أيوة. ممكن مساعدة؟ ممكن مساعدة. أنت تابعت الفيلم؟ تابعت؟ يا عز الدين، ما تسمعني؟ صوتي واضح عندك ولا لا؟ تابعت الفيلم؟ تابعت الفيلم يا عز الدين؟ لا. طيب، أغير لك السؤال: ما نوع المنزل الذي تعيش فيه الخالة خاتمة وبناتها؟ كيف البيت حقهم؟ من إيش؟ كيف عز الدين؟ يلا أنا سألتك السؤال الأول ما عرفت، غيرت لك السؤال الثاني: ما نوع المنزل الذي تعيش فيه الخالة خاتمة وبناتها؟ من إيش المنزل؟ من إيش البيت؟ عز الدين، عز الدين اعطيني اجابه لو سمحت، لانه في ناس كثير على الخط. ما تعرفش؟ من ايش؟ من مارب. من مارب؟ تمام تمام، شكرا لك يا عز الدين. للأسف إجاباتك خاطئة وتوقعاتك خاطئة أيضا، ويبدو أنك مش مركز معنا. شكرا لك، وأنا غيرت لك سؤالين وأعتذر منك. شكرا لك يا عز الدين، ما لكش نصيب معنا اليوم. اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ إيمان من عدن. إيمان من عدن، أهلا بك إيمان. تابعت القصة؟ أيوة. في أي مديرية في حضرموت تسكن العائلة الخالة خاتمة؟ مديرية حجر. مديرية حجر، إجابة صحيحة، مبروك لك 50,000 يا إيمان. شكراً. طيب، الآن نروح للقرعة، نختار أول فائزين معنا عن سؤال أمس. مثل ما تتابعون معنا على الشاشة، عدد الإجابات التي وصلتنا 51,907 إجابات، عدد الإجابات الخاطئة 17,262، وعدد الإجابات الصحيحة 34,000. السؤال أمس كان: كم عدد الأسيرة التي قدمت من برنامج حيث الإنسان للمستشفى الجمهوري؟ وكانت الإجابة الصحيحة الاختيار رقم 63 سرير. كل من أرسل رقم 3 لديه فرصة الآن للفوز ب 50,000 ريال، وسنختار 3 فائزين. وبسم الله، أختار أول الفائزين وجائزته 50,000 ريال كما تعرفون. بسم الله، مبروك للفائز صاحب الرقم. مبروك للفائز صاحب الرقم 7358-77992. مبروك إذا لصاحب الرقم 7358-77992. مبروك لك 50,000 ريال، أول الفائزين معنا عن سؤال أمس، وكانت الإجابة الصحيحة رقم 3. لدينا اتصال. طيب، ما زالت كثير من التساؤلات في البث المباشر، أنه أنا أحاول من أول الشهر وما أمسكش معي الخط، في ضغط في الاتصالات. نحن يعني كنا نتمنى نقدر نشارك أو نتيح الفرصة للجميع، لكن محدود يعني إمكانية أي برنامج أنه يستقبل عدد معين من الاتصالات. في اتصال ولا في واحد تصلي على التلفون يعني؟ هلو، يعني البعض. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. من معنا؟ شكيب محمد عبد علي. شكيب، من فين يا شكيب؟ فكري. فكري، أهلا بك يا فكري. أهلا بك. من فين يا فكري؟ من تعز، من شرعب السلام. من تعز، من شرعب السلام. حياك. أيوة. حياك يا فكري. فكري، تابعت الفيلم؟ أيوة تابعته. طيب، ما نوع المنزل الذي تعيش فيه الخالة خاتمة وبناتها؟ ما نوع المنزل؟ أيوة. من العشاش. من الناخل. من الناخل، من سعف الناخل والقش. فعلا
إجابة صحيحة، مبروك لك. أيوة خمس... أيوة من 15. أي مبروك لك 50,000. الله يبارك فيك. يلا شكرا لك فكري من تعز، مبروك لك 50,000 ريال. شكرا 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 لك يا فكري. يقول الأخ القاضي يقول في تمييز باستقبال الاتصالات. ما في شيء تمييز، يعني تليفون بتوصله اتصالات، يعني مثلا ايش نوع التمييز الذي تقصد به في استقبال الاتصالات والمشاركة؟ ارقام موجودة والناس اي واحد في اي مكان. بالعكس هذه المسابقة مخصصة للناس طبعا اليمنيين الموجودين داخل، التمييز الوحيد ربما انه نحن جعلناها حصرا على اليمنيين الموجودين داخل البلاد فقط للمشاركة في المسابقة والتواصل معنا سواء من خلال الواتساب او الاتصالات المباشرة، لا يوجد اي تمييز في المسابقة. اتصال الو. وطي صوت التلفزيون، اسمعني من التلفون. الو الو، من معنا؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازعجتم الجيران، وطي صوت التلفزيون. الو ايوه، من معنا؟ صفاء علي من عدن. صفاء من عدن، صفاء وطي صوت التلفزيون. أيوة. اسمعني من التلفون. خلاص تمام تمام صفاء، سؤالي لك يا صفاء. من أيوة. الخالة خاتمة تعيش في هذا البيت اللي من القش والسعف النخل، منذ متى؟ كم لها سنوات تعيش في هذا البيت؟ 15 سنة. كم؟ 15 سنة. مبروك لك 50,000 فعلا. 15 سنة. إجابة صحيحة، مبروك لك 50,000. الله يسلمك. شكرا لك صفا. طيب اتصال الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ معك وفاء نبيل من تعز. من؟ وفاء نبيل من تعز. وفاء. أيوة. وفاء من تعز. وفاء سؤالي، في أي مهنة الخالة خاتمة تشتغل أو تعمل؟ ما هي المهنة التي تشتغل فيها الخالة خاتمة؟ كانت تعمل في الزراعة وتربية المواشي. في الزراعة وتربية المواشي. إجابة صحيحة، ومبروك لك 50,000 ريال يا وفاء. عفوا شكرا. طيب نروح للقرعة ونختار الفائز الثاني وقيمة جائزته 50,000 ريال عن سؤال أمس، وكانت الإجابة الصحيحة الاختيار رقم 3. في ملحوظات، تتابعوا معنا عدد الإجابات الخاطئة 17,262 تقريبا يوميا، هذا هو العدد 17,000 16,900 خاطئ، يعني في معنا 17,000 مشترك مصممين كل يوم انهم جاوبوا غلط. ليش يا جماعه؟ يعني احنا بنساعدكم، والسؤال والاجابه من الفيلم. البعض يخطئ ما زال حتى الان في ارسال الاجابه، فقط ارسل الرقم، فقط الرقم 1 أو 2 أو 3، لا ترسل اي بيانات حتى تكون لديك فرصه للفوز. الفائز الثاني، بسم الله. مبروك للفائز صاحب الرقم 7347 96622. مبروك إذن للفائز صاحب الرقم 7347 96622. الفائز الثاني معنا وقيمة جائزته 50,000 ريال، ولاحقا سنجري القرعة ونختار الفائز الثالث. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. من معنا؟ معك أنا فضل محمد. فضل. فضل محمد فضل، من فين يا فضل؟ من عدن. من عدن، حياك يا فضل. فضل تابعت القصة؟ ايوه تابعت القصة. طيب انا 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 في ناس يتصلوا لي طبعا لتلفوني، يعني شي شارك ولا كيف يعني؟ ها؟ الم في واحد جالس يتصل لتلفوني شي شارك، كيف نعمله يا فضل؟ نجاوب عليه؟ ايوه ايوه. طيب فضل، السؤال السؤال يا فضل يقول الخالة خاتمة كم لديها أغنام؟ يعني هي الآن مصدر رزقها الغنم، تربي غنم، كم معها غنم؟ بسأل والدة. كم؟ ألو أي فضل؟ كم معها أغنام؟ كم معها أغنام؟ اثنتين. كم؟ اثنتين. اثنتين؟ أيوة. اثنتين ولا اثنتان؟ اثنتان، كله يمشي. لا كيف، في مبتدأ وفي خبر. في أنت صف كم؟ أنا؟ أيوة صف ثامن. صف خامس؟ ثامن.
ثامن 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 ايوه. يلا اذا لدى الخاله خاتمه غنمتان ولا غنمتين؟ كله يمشي. لا ما في كله يمشي، هي صف ثامن كيف يمشي؟ ها غنمتان وغنمتين. تمام جابوا صحيح. مبروك لك 50,000. سلام سلام شكرا. كله يمشي مبروك لك 50,000. يلا مبروك الله يبارك لك. طيب مبروك للفائز فضل من عدن. لدينا اتصال. الو الو السلام عليكم. الو ايوه ايوه من معنا؟ الو معك من؟ سلطان عبد محمد عبد. سلطان من فين يا سلطان؟ من لحج. من لحج، حياك يا سلطان. الله يحييك. كيف امورك يا سلطان؟ والله تمام الحمد لله. سلطان سؤالي لك يا سلطان، ما هو المشروع الذي قدمه برنامج حيث الانسان لعائله الخاله خاتمه؟ قدم لها الاغنام. جاب لها قدم لها ايش؟ ايوه معاك. ايوه ايوه ايش المشروع اللي قدمه ساعد الخاله خاتمه البرنامج ايش؟ الاغنام ولا لا؟ اغنام صحيح، اغنام ودجاج صحيح. مبروك لك 50,000 ريال يا سلطان. الله يبارك. شكرا لك سلطان من لحج، مبروك لك 50,000 ريال. نروح للقرعه شباب ولا نختار فائز معنا اتصال؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ لطفي محمد. لطفي محمد من وين يا لطفي؟ من عدن. من عدن، حياك يا لطفي. لطفي سؤالي لك، ما هو الـ يعني أمنية أو حلم خاتمة وبناتها بعد أن حصلوا على المشروع، إيش اللي عادوا يشتوه؟ إيش اللي تمنوه يعني؟ إيش اللي يتمنوه كانوا؟ أيوه إيش؟ يعني حصلوا بهجة. ايوه فرحانين كانوا مبسوطين بعد اليوم وكانوا مرتاحين. تمام. هي لما سالناها ايش الشيء خاله؟ قالت اشتي غنم. قالت اشتي غنم أيوة. تربيهم جنب الثنتين غنم اللي معاها. بس الان أيوة. امنيتهم الثانيه ايش؟ انه يشتوا يكون معاهم ايش؟ ايش في كانوا يشتوا؟ ايوه ايش اللي عادوا يشتوه؟ ايش الشيء حققوا في الحياه هذه ايش؟ تابعت الفيلم انت يا لطفي؟ ايوه 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 تمام. قالوا الحمد لله الان اصبح معنا غنم ودجاج وكذا، وهذه حاجه بسيطه، لكن ان شاء الله ان شاء الله من هذا المشروع نحن نقدر نسوي لنا ايش؟ يصلحوا لهم بيت، يصلحوا لهم ايوه، انه يكون معاهم بيت، انه يبنوا لهم بيت جديد لانهم ساكنين فيه. ايوه مبروك لك اجابه 50,000. مبروك لك اجابه صحيحه يا لطفي. الله يشكرك. شكرا لك. شكرا لك. اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. من معنا؟ ابتهال. ابتهال ايوه. من فين ابتهال؟ من صنعاء. من صنعاء. تتابع البرنامج ابتهال يوميا؟ ايوه. طيب الاسئله اللي عندي خلصت، لكن ممكن اسالك سؤال. اذكري لي المديريه والمحافظه اللي كانت منها قصه اليوم. المحافظه حضرموت. تمام. والمديرية؟ المديرية الحجر. إجابة صحيحة، أو كما يقول أهلنا في حضرموت حير. مبروك لك 50,000 ريال وإجابتك صحيحة. شكرا لك ابتهال. طيب نروح للقرعة. اللي اختار الفائز الثالث الآن، وقيمة الجائزة أيضا 50,000 ريال، والإجابة الصحيحة كانت رقم 3. بسم الله مبروك للفائز صاحب الرقم 7732171106. مبروك إذن للفائز، الظاهر رقمه معنا على الشاشة. مبروك لك 50,000 ريال. الآن بشكل سريع نذكر بالثلاثة الأرقام الفائزة معنا عن سؤال حلقة أمس، ومبروك للفائزين الثلاثة الأرقام هي. مبروك للفائزين أصحاب الرقم 7358 77992 7347966222. مبروك للرقم الثالث
0577321716. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مبروك للفائزين الثلاثة، واليوم لديكم فرصة للفوز أيضا بثلاث جوائز قيمة كل جائزة 50,000 بالإجابة على سؤال اليوم الذي سيكون من قصة الخالة خاتمة. لدينا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أم مجد. أم مجد من فين؟ عدن. من عدن أم مجد. طيب سؤالي لك، إيش اسم بطلة قصة اليوم؟ خاتمة علي، الخالة خاتمة علي. مبروك لك 50,000 ريال. شكرا جزيلا. عفوا. الآن السؤال على الشاشة مطروح لكم. السؤال، نشوف السؤال. إذن السؤال حلقة اليوم، كم عدد بنات الخالة خاتمة؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 4 بنات، الاختيار الثاني 5 بنات، الاختيار الثالث 6 بنات. إذن السؤال، كم عدد بنات الخالة خاتمة؟ وفقط أرسلوا رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة، 1 أو 2 أو 3. فقط أرسلوا الرقم، يعني إذا كنت شاكك أنه 4 بنات ما ترسلش تقول 4 بنات، ارسل فقط رقم 1. إذن هذا السؤال لديكم فرصة للفوز والإجابة عليه. سأقرأ بعض التعليقات من البث المباشر. الأخ لطفي الإدريسي يقول: يا سامي، انظروا لأصحاب الحشا مشاركين منذ 3 سنين، والله نحن ننظر بنظرة وعين واحدة لكل المشاركين والسابقين، ولدينا الأرقام موجودة والناس يتصلوا، لا نعرف من أي محافظة أو من أي منطقة، أو أنه في نحن وضحنا ليش أنه الأكثر الاتصالات من عدن، لأن الأرقام تبدأ بمفتاح عدن 02، فربما هناك أولوية، ربما شيء تم من جهات الاتصال الموجودة في الداخل، لا نعرف ما الذي يحصل وما الذي حدث. طيب ليش ما تختاروش أرقام أكثر؟ نحن محددين بهذا الأرقام، 3 أرقام للواتساب، والاتصالات كما تتابعوا 9 أو أكثر من 9 اتصالات يوميا تقريبا. ربما نفس الملاحظات التي تصلنا يوميا. إذا انتهت حلقة اليوم من حيث الإنسان، نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان، وفي نفس الموعد يوميا نلتقيكم على شاشة بلقيس. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان بالخير، سندرك حتما كم نحن بخير بحكايات تأخذنا حيث I'm not afraid.
حكايه.